يعني يا دكتور الشابتر اللي حضرتك أضفته هو مش مضاف على نسخة لا PDF مش لأنه إحنا موجود سحبناه في المنطقة من مكاتب خاصة. والله، هو مضاف في الكتاب الآن، مضاف بإمكانك تاخذه يعني الآن، ممكن يعني خلاص أيا كان مش مشكلة بكون يعني. طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. طبعا بنكرر لقائنا مع طالبات الإدارة الصحية الماجستير في مساق اللي هو أخلاقيات الإدارة الصحية. طبعا إحنا بدأنا في مقدمات عامة وحددنا الموضوعات الخاصة للطلبة حتى يقوموا بالإعداد والتجهيز، وطلب منهم طبعا بعض الأشياء الثانية زي مثل الإعداد اللي هو تقرير حالة. أنا بس اليوم حابب أحكي للطالبات اللي بيسمعوني الآن واللي مش حاضر إن شاء الله برضو، يعني هينا بنسجل المحاضرة علشان تكون الأمور واضحة. فاللي أنا بدي أقوله يعني، وإحنا حابين كمان عملنا هنا سكرين أمامكم شيرينج، يا ريت بس الكل يفهمني في موضوع الريبورت بصراحة، يا ريت الكلام للجميع كمان مش بس الحاضرين. اللي تواصلت معي أو تواصل معي وقلت له إنه الحالة تمام يتوكل على الله ويبدأ، طبعا صراحة طلع أفكار حلوة كتير، لدرجة إنه في حالات من اللي وصلتني بصراحة أنا نفسي يعني في حالة كانت جديدة علي لأول مرة أسمع فيها. الإنسان كل يوم بيتعلم، ما فيها عيب هذه، يعني كل يوم نتعلم شيء. حالة جديدة ربما يمكن ما مرتش علي قبل ذلك، إحنا نفسنا بنستفيد، هاي اللي بدنا نوصل له. طبعا إحنا كيف بنحدد الحالة؟ إحنا قلنا المعيار اثنين، المعيار الأول تكون حالة نادرة. أنا لما أقول كلمة نادرة عشان الكلام يكون واضح للجميع وما نضلناش يعني يكون في عنا ربكة في السؤال، مثلا لما احنا كنا نقول انه تكون يعني نادرة، مش اقصد بشكل واضح كأنه يعني خلص مقطوعة الوصف، لا لا لا، اللي انا قصدته بشكل واضح يعني تكون حالة ما فيش منها حالات كثير احنا عمالها، يعني ربما حتى على الطب قليلة، في البلد قليلة، في العالم قليلة. طب هذا المعيار الأول. المعيار الثاني تكون الحالة اللي بقول عنهم الأطباء بيقولوا يونيك كيس أو سوليتير كيس، يعني تكون حالة زي حالة فريدة يعني تحتاج الدراسة. يعني أنا ما قلت حالة نادرة، مش كل واحد حالة نادرة حاجة أدرسه، لا، يعني ممكن واحد يكون عنده مثلا 6 أصابع في إيده اليمين لكن ما عندوش 6 أصابع في إيده الشمال، طبعا هذه من الحالات النادرة جدا. في حالات اليوم عينيهم بتكون العين اليمنى أخضر والعين اليسرى بتكون يعني مائلة على يعني على صفار، يعني زي لون شوي على التموج، صحيح انه الاثنين بيشوف فيهم 6/6. طبعا هذه حالات يعني موجودة في البلد وفي غير البلد. برضو ما بقدرش انا اجي اقول هذه حالة يجب دراستها، اللي بدي اوصله بشكل واضح عشان نكون واضحين. لما نقول حالة نادرة يعني قليل انتشارها، وحالة يعني سوليتير أو يونيك بنقول إنها يعني تستحق الدراسة. والحمد لله ممكن يطلع منها حاجات حلوة، بيطلع. واللي قبلكم زي ما حكينا ما شاء الله عليهم عملوا، صحيح تعبوا. أتمنى الإنسان، إحنا لسه في بداية عهد في الماجستير ولسه طول ما إحنا بندرس، والإنسان يبقى العالم عالما، أعتقد هذه المقولة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، أعتقد ذلك، إنه يبقى العالم عالما حتى يعلم أنه عالم فقد جهل. يعني بضل الإنسان عالم حتى يوم من الأيام يقول أنا أبو العريف بطل يفهم. يقصد هنا أن الإنسان ما يتكبر على أي علم، كلنا هنا بنستفيد. أنا نفسي لما أجتني حالة غريبة أول مرة أسمع فيها حبيت، مع أني اشتغلت في المكان وعارف كثير من الحالات وبشت يعني سنوات، لكن حالة جديدة أجت علي خلاص استفدت من الطالبة وقعدنا نناقش في الحالة. اللي بدي أقوله بشكل واضح، وأنا لا أخجل أن أقول ما بعرفش، يعني الواحد بيتعلم. اللي بدي اقوله احنا اول حاجه في الحاله بعد ما احنا شرحنا الدور اللي فات كيف اليه اللي هو نعمل ريبورت بالخطوات العشره بتاعت ايناجو. طبعا الايناجو كومبن هذه طبعا هي بالنسبه لنا، طبعا اللي ما ردتش عليهم بالحل لا حرد في ناس، طبعا انا مرات يمكن بفتحش الواتس بسرعه لكن انا برد في الاخر، وفي منهم بردش رد يعني على الواتس، بتصل التليفون. يعني اليوم الصبح كنت متصل بأحد الطلاب وقلت له لا حالتك بدي تفهمني ايش بالضبط، طبعا انا فاهمها شو الحاله بس انا بدي اسمع منه. اللي سمعته منه معلومات حلوه،
وقال لي معايا الدكتور فلان، لما قال لي معايا الدكتور فلان بده يساعدني، طبعا انا مش بجبر احد يجيب طبيب، لا لا لا، انا قصدت لما تكون في بعض المعلومات اللي حابين نستزيد فيها اكثر، فالميديكال دكتور او السبيشالست دكتور ممكن يريحنا ويجيب لنا معلومات اكثر. لما لقيته واضح الامور كويسه قلت له خلاص ما في مشكله ان شاء الله، توكل على الله. اللي بدي اقوله الان، بعد ما احنا حددنا الحاله وتوافقنا عليها، في الشق احنا قلنا في خمسه ننساش، اللي هو البايو، سايكو، سوشيال، سبيريتشوال، بعدين في الاخر حاجه اسمها الايثيكال، اللي احنا قلنا عنها ليجل او ايثيكال، ما هو التنتين احنا اعتبرنا واحده. لقيت شق البايو هو الاساس، بسموه البلك او البادي، يعني هو اكبر شيء بدنا نشتغل عليه. العالم كله حتى يعني المسلمين وغير المسلمين لما بيتكلموا، حتى عندنا في مستشفياتنا لما بوصف الحاله دائما وصفنا بايو، يعني من ناحيه الفيزيولوجي، من ناحيه الفيزيكال، وهذه مشكله انه بنغفل جوانب ثانيه. في مرات الجانب الايثيكال اقوى كثير من البايو، الجانب السايكولوجيكال اقوى كثير من البايو. فاول شيء بنعمل، بنعيد بس خطوات بسيطه، انه احنا بنقول لو سمحت اعطينا كل المعلومات اللي عندك. طبعا كيف المعلومات بتبدا؟ اول حاجه باتصال تليفوني، اخذ البيرميشن، اخذنا البيرميشن سواء من الاهل اذا كانت طفله صغيره، او باخذ مثلا بيرميشن من نفس المريضه اذا كانت كبيره او مريض، طبعا ايا كان ميل او فيميل. وبعد ذلك شو بصير عندنا؟ قول لو سمحت انا بدي اعمل لا، بدنا نكون واضحين، لازم نكون واضحين مع الناس، معلش انا بدي اعمل دراسه حاله، ويريد اتمنى انه انت يعني هل انت موافق؟ حيقول لك اه طبعا انا موافق ما عندي مشكله. هذا كلام، كلمه انا موافق معي مشكله، بيريحنا كمان. ليه؟ لانه انا لما بدي اشتغل بدي اكون مرتاح، بديش حدا يجي والله يقول بكره وانا باشتغل، او لا سمح الله معلومه طلعت هيك شمال يمين يروح يقول لك من وين طلعت هذه المعلومه. لا، دائما الايثيكال بيرميشن، وخاصه ان احنا بناخذ ايثكس، هو اهم شيء في حياتنا، انه ناخذ يعني بس الموافقه الاخلاقيه. ليه؟ هو غالب الناس بتوافق. انا حتستغرب لو قلت لكم انه بعض الحالات يعني في ميل والحاله خاصه وافقت نشر يعني كل شيء يخص بحالتها. طبعا انا رفعت اسمها بشكل واضح، مع انه الحاله يعني الامر غريب وما لا يستدعي النشر، لكن مش مشكله انه في ناس حابين من باب انه يعرفوا ايش مش حل مشكلتهم، ايش في حل ممكن يقدروا يعني يتوصلوا لحل خاص لوضعهم، يخلصهم من اللي احنا يعني لا قدر الله اذيه. طيب بعد ما اتصلنا واخذنا الايثيكال بيرميشن، بدينا نجيب معلومات. المعلومات ايش هي يا عباره؟ بس بعيد عشان بعض الناس كثير سالونا عشان ناكد ونخلص. بصير اجيب التقارير، التقرير بس بنصوره، وانا حطيت برنامج للسكانر على الجوال عندك، على المجموعه بامكانك تنصبيه. وعلى فكره قبل ما تجيب مباشره السكانر بيعطيك عده خيارات، هل بدك اياه نحفظ لك اياه دوكيومنت، ولا بدك اياه بالعربي او بالانجليزي حسب الجوال، او بكتب لك اياه بدك تحفظيه واضح او تحفظيه كصوره. انت نقي اللي بدك اياه، كل ورقه لها اعتبار، يعني ورقه الاشعه غير، وفي بعض التقارير لما تكون واضحه خلاص بقول واضح بدي. طبعا كل واحد فينا حيعرف البرنامج ويعرف يعني يمشي عليه بشكل واضح بدون ما احنا نشرح فيه كثير. بعد ما جبت كل التقارير، هنا بيجي دوري ان ابدا في حاجه اسمها فيزيكال اسسمنت. طبعا الفيزيكال هي شق من ايش؟ هي حوالي رقم 2 ورقم 3 في الموضوع ايش؟ اللي هو الإناغو. بس يعني أنا بتذكركم هو زي حكاية الباثوفسيولوجي. أنا قبل ما أدخل على الباثوفسيولوجي، هذا اللي قدامنا وأنا حطيت لك إياه برضو على الصفحة بتاعت الموديل، مش شرط إحنا، هي واضح أنا مش شرط إنه كل إشي في هذا الفيزيكال أسسمنت شيت اللي أنا حطيت لك إياه ليس شرطا ينطبق على كل الحالات، يعني مش شرط تاخذيه كله عشان أنا أكون واضح معك، ممكن تاخذيه كله، ممكن تاخذي جزء، ومش شرط تعمل كمان مربع زي ما هو معمول عشان ما حد يتغلب. يعني مرات احنا كيف بتختصري كنقاط، لقيت احنا حقول لك كيف بنختصره. في اشياء انا نسيت ايش مقصود فيها فموجود عندي. هذه عباره عن فيزيكال اسسمنت لاي حاله موجوده، ميديكال او سيرجيكال او بدياتريك او جرياتريك او ايا كان، من الالف الى الياء. لكن هل يا ترى انا بدي اخذ كل شيء؟ ليس شرطا، انا باخذ فقط اللي بيناسب حالتي. في شغلات مش بس بتناسبش، ما بتنفعنيش بمره ما بدي اياها، فاحنا كمان مره بتاخديها او بتاخدي نصها بتاخدي ربعها بتحوليها لنقاط افضل لك. طبعا الفيزيكال اسمها زي ما انتم شايفين، واللي درست يعني امور صحيه بشكل واضح زي تعيين التحاليل او التمريض، كثير كانوا يركزوا على هذا الموضوع، حتى اعتقد
الفارماسي ممكن يكون عنده هذا الكلام. خلينا بس ميوت لكل المايكات ميوت لو سمحتوا. الان الكلاينت انيشال يعني الحاجات انا مش هشرح بالكلمه لانه في شغلات بسيطه وانا هشرح شغلات ثانيه يعني. فالان مثلا الفيزيكال بقول لي والله ايش الاسم قديش الجندر. طبعا انا الانيشال ما حطيتش نيم اذا لاحظته. ليه؟ لانه في هذا المكان ما بدي حاجه تحطي الاسم كامل. ما احنا قلنا لما قلنا انيشال زي ما اتفقنا اللي هو اول حرف من الاسم واسم العائله. مثلا رانيا محمد ار محمد تمام. مثلا والله سامي خليل اس خليل وهكذا. والجندر والايجاد شغلات يعني بسيطه كلكم تعرفوها. بيجي بنبدا ايش هنا زي بادي سيستمز حيجي واحد يقول لي طب ايش دخل السكن عندي؟ لا في حالات كثير يعني في من ضمن الحالات في حالتين حاله لطالب وحاله لطالب الان تم الموافق عليها مشكلتهم كلها في السكن كل مشكلتهم في السكن والتشنجز اللي موجوده في السكن. فما يجي واحد يقول لا مش لازمه انا قلت مش لازمه نستبعدها. طبعا ايش السكن بدنا نشوف شو الكلر بايا كان براون فلوش ايا كان في جوندي صغيره مويستشر الرطوبه كيف كان التمبرتشر لما طب حرارته عاليه واطيه ايا كان تيرجر يعني كيف اللي هو ليونت الجلد. طبعا هذه مش احنا ممكن يساعدنا مين يساعدنا ممكن فيها ممكن يساعدنا الطبيب اصلا بلاش يروح يحكي معنا احنا ممكن نروح نجيب في حاجه فولو اب شيت موجوده اذا كانت الحاله موجوده في المستشفى في معها حاجه اسمها فولو اب شيت اذا قدرت تتصل الفايل تبعه بس للاسف بدك تتصليه بالانفورمال. ليش قلت بالانفورمال؟ لانه الفورمال بغلب شويه لانه اذا الملف دخل في الارشيف الطريقه الرسميه بتغلبنا كثير انه نقدر نصل للمريض وخاصه حتى الطبيب نفسه لو بده يرجع للملف بده يعني موافقه جهه قانونيه. لكن احنا ان استطعنا بطريقه يعني كيف يعني اخويه زماله كذا بس انه من باب انه نشوف كيف كان يكتبوا عن هذا المريض ممكن ناخذ لانه احنا في الاخر مؤتمنين مش حنفضح ولا حنكشف الاسرار هذه اللي مكتوبه. لما بيكتب في البدايه اول ما بيجي المريض بيكتب له كل شيء هذا بسموه ان ادمشن بيعمل حاجه اسمها فيزيكال اسسمنت. لو ما عملش بيعملها ثاني يوم. يمكن في المستشفيات شوي مرات بيكسلوا شوي لكن بيعملوها. المستشفيات الخاصه دون ذكر اسم بيعملوا هذه كومبليتلي يعني اللي هذه قدامكم موجوده بشكل كامل لازم يعبيها عباره عن اربع ورقات وجه وقفة بيعبيهن الطبيب بشكل واضح جدا عشان ما يكونش اي مشكله. طبعا بعدين بنقعد نتكلم على الهير الشعر اذا في اي مشكله. بعدين بنخش انتوا لاحظين كيف من برا لجوا بندخل. بعدين النيلز الاظافر بدنا نتكلم مش شرط انا قلت كل حاجه نكتب عنها لا يا في شغلات بتلزمنا او ما بتلزمناش. الان مثلا الايز كيف مثلا العيون في عندها مشكله هل في سيمتريا في سكليرا كيف كانت خاصه هذه مثلا الشق كله بيلزم اكثر شيء لمين؟ بيلزم الناس اللي عمالهم بدهم يشتغلوا على حاله عيون بده يزود فيها شويه. طيب وفي واحد له علاقه مثلا بده يتكلم على حاله زي اوتايتس ميديا وصار في عنده مشكله صارت تشينجز فيها وخاصه انه مركز التوازن صار مختل عنده. بروح ايش باكد على موضوع الايرز وكيف السيمتري وكيف الجروس وهل كان في مشكله عنده والشعر والبين والبليدنج ايا كان. بنيجي شوي شوي النوز احنا ماسكين الفيس الان. بعد النوز بننزل الماوث الفم مش متغلب بخلي طبيب يساعدني بخلي ممرض يساعدني بخلي اي حدا يساعدني اشتغل مع الحاله. اليوم الحمد لله انا مبسوط يعني انه لحد الان يعني عندي من الطلاب سبعه اليوم يعني صار على رقم سبعه اختاروا الحالات. الطالبات يمكن شويه متاخرات لحد الان اربع طالبات لا سوري اربع مجموعات لانه في ثلاث مجموعات تنتين 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 وفي بس بنت لحالها بدها تعمل وانا انبسطت يعني حتى هي حابه تعمل اعتقد مش عارف عن اخت او عن ام ما بعرف. فكويس يعني احنا متقدمين ماشي الامور بس انا بنصح انه نبدا نحدد من الان عشان ما نتعبش في الوقت اللي جاي. فاذا احنا لقينا اللي بدي احكيه في هذه النقطه بالذات انه كل اللي اجوني السبعه من الطلاب او الاربعه لا ثلاثه سوري ثلاثه من الطالبات اكدوا لي انهم استطاعوا يصلوا للدكتور المعالج واستطاعوا انهم يعرفوا الحاله بالضبط ايش التفاصيل وايش التغيرات لدرجه انه احد الاطباء حكى لاحد الطلاب انا بدي اشتغل معك من الالف الى الياء فممكن بس بعد هيك تذكر اسمي لو انتشر البحث. قلنا له حاضر. الحالات احنا قلنا هي حاله فرديه للي بتسالني هل الحاله مجموعات دائما بالنسبه للبرزنتيشن خذ راحتك لكن في الاصل بالنسبه للكيس ريبورت هي فردي. لكن اذا كانت بنتين متوافقات مع بعض
حبات يشتغلوا مع بعض ما عندي مشكلة، ما برفضش يعني، لأنه في الآخر إحنا بدنا جهد مشترك، وبقدرش أمنع، لأنه في الأبحاث العالمية يسمح بالنشر تنتين وثلاثة وأربعة. لكن أنتوا عشانكم لسه يعني أندر جراديويت في الماستر، أنتوا بوست جراديويت كما بكالوريوس، لكن أندر جراديويت لسه في الماستر، بحق لنا بس تنتين يكون مشتركات في الحالة. طيب نكمل. دخل على التيث الأسنان المشكلة عندهم، دخلنا بعدين شفنا التنج اللسان، الثروت اللي هو الحلق، كيف النك اللي هو الرقبة، هل الرقبة تتحرك كويس، خاصة لمين تنفع هذا المكان، هذا تنفع إذا كانت الحالة إلى علاقة بأي شيء بالمصل ديفورمتي أو أي شيء إلى علاقة لقدرة حاجة بسموها يعني الأبنورمال زي الكيفوسز ولا الروفوسز، هذه بسموها الأبنورمال تشينجز في الفيرتبرال كولوم، ممكن يركز عليها. طيب بعض الناس بده حالة إلى علاقة بالإندوكراين، فبمسك الثيرويد كويس نسأل عنها ونعرف إيش بالضبط اللي موجود، هل صارت في إشكالية معينة في الثيرويد جلاند، الثيرويد هرمون T3, TSH, T4، فحصت بنجيبها. طيب بعد هيك بنشوف السيرفايكل الليمف نودز، مش إحنا ممكن إذا في مشكلة لبريست، وخاصة للفيميل إذا كانت الحالة تستدعي أو الحالة زي حالة الكانسر بريست. على فكرة مسموح نأخذ كانسر بريست بس يكون يعني إيش لسه لازالت تحت العلاج أو accompanied with other diseases، يعني لازم تكون مع حالات مع مرض آخر ملاصق لها أو لسه لازالت في طور علاج ممكن نأخذ لها، لأنه ليش بتكون لسه under psycho social spiritual problems، تحت الضغط النفسي والاجتماعي. الآن بعدها بننزل شوية على respiratory rate، بعد شوية بنشوف إذا في الانتركوستر تراكشنز، هذه ممكن نشوفها خاصة بعض الناس اللي بيأخذ مين؟ اللي بيأخذ حالة هذا المنطقة الشق كله للحالة اللي علاقة بالإيه؟ بالريسبيراتري سيستم. أي حالة هذا كوفيد، هذا سبيوتم، هذا عنده COPD كورونكوستركتيف بالمورد ديزيز، هذا عنده أزمة، هذا عنده فورم بادي أسبيريشن، أي كان بركز أكثر في هذا المكان. طيب كثير من الحالات، في حالتين من اللي اجوني بدهم ياخذوا على هارت بروبلم، في حاله كونجستيف هارت فيلر، في حاله هارت بلوك اللي هو فيرست ديجري. ايا كان اذا بدي اخذ على هارت، هاي قدامي اشوف الهارت ريت قديش الابيكال بالس، ابيكال بالس يعني قديش اللي هو عن طريق اللي هو النبض من نفس اللي هو مكان القلب اللي هو الابيكس راس القلب، وفي اللي هو الريديال بالس اللي هو المنطقه اللي بناخذها من وين، عن طريق اليد او يعني عن طريق اللي هو فوق اللي هو الارم. طبعا بدنا نشوف البلد بريشر، طبعا هذا انت ممكن ما تاخذوهوش، يعني مش حدا يجي يقول لي يا استاذ انا بدي اعمل كمان مره وانا اداره صحيه ايش دخلني، لا لا لا، عشان تفهموا كويس، انتم الحمد لله بكره لما تخلصوا الماستر ديجري وبشكل واضح، انا بكون يعني بكون راضي عن نفسي ولا عن ضميري انه انت تخلص اداره صحيه وبكره تروح على المستشفى يصير يقول لك لا لا ما انت اخذت ماجستير في الاداره الصحيه بس بتعرفيش في الحالات، لا انت بتكسر تعرف في الحالات كلها، اللي عشان بكره اليوم أنا عندي مشرف الشفاء هو دارس إدارة صحية باللغة العربية في جامعة القدس والآن بكمل عندي، والحمد لله ضليت معه خطوة خطوة، خليته يأخذ حالة غريبة جدا من نفس المستشفى ومن نفس المكان اللي هو بيشرف عليه. الآن مع كتر ما قاعد يروح يسار لقيت يتشطر وهو يقرأ الملفات ويعرف كل الحالات، ما يجي واحد يقول لي إدارة صحية كأنه يعني أنا بعيد، لا إدارة صحية بتفهم شغل التمريض والطبيب والتحاليل والعلاجات كلها وليش بعض الأدوية كل هذا، ليه شوي شوي دائما العلم بالتعلم، ما تستغربيش وما تقوليش انه والله الاستاذ بيعقدنا، ابدا القصه هذه لمصلحتك والقصه هذه بتعطيك قوه. وللامانه مبسوط صراحه، في طالبه بس واحده من السبعه والاربعه 11 اللي اجوني، بس واحده وحيده انا شايفها يعني في بدايه تميز عندها، طبعا مش معنى ذلك انه الباقيين ضعاف، لا كلهم قويين وكلهم ما شاء الله والبدايه قويه جدا، اللي بيسالني مبسوط، لكن أعتقد يمكن هذه الطالبة هذا يمكن يكون حدا بيساعدها، ما بعرف أنا يعني برضو بقدرش أنا أضمن، لأنه يعني الكلام اللي بدأت تكتب فيه أو يعني اللي بتسأل عنه أكبر من المستوى اللي أنا طلبته، فهي ممكن ربما يكون يعني حابة تستزيد أكثر. في بعض الناس أنت بتقول له اقرأ سورة الفاتحة أو سورة الناس زي الطفل الصغير، في بيقول لك لا أنا بدي أحفظ جزء عامة كله، في ناس زيك ما شاء الله، هذا بتكون يعني بيرسونال تريت يعني سمة شخصية. طب ننزل على اللي بعدها، يبقى هذول مش شرط تعملهم بيدك كمان مرة، ممكن يكونوا موجودات وانت تنقليهم نقل بس تكتبيهم هيك زي ايتمز، يعني تشوف انه مكتوب قديش البلد بريشر قديش المسار كله اكتبي ما عندي مشكله. بعدها الابدومين، مش شرط تروح انت مش حتعمل انت للابدومين الاسسمنت، انه مكتوب من ضمن التشارت اللي كتبه او الريبورت اللي معه، انت بتجيب تقارير
فبتريحك المريضة والمريض دائما معاه تقارير. امسك التقرير اطلعي هتلاقي فيه شغلات انه يعني مبين فيها انه والله تم فحصه كان الابدومين لاكس ولا ديستندد ولا ريلاكس. هذا الشق بنفع لمين؟ لكل المرضى اللي لهم علاقه او كل مريض مشخص على انه في ابدومينال بروبلمز العلاقه سواء انتستينال بروبلم جاستريك بروبلم ليفر بروبلم. كل هذا بنكتب وبنركز في هذا الشق. في بعض الناس له علاقة بشغلة تحت شوية بده يدرس مثلا حاجة له علاقة بالكولون، العلاقة مثلا بالإندستيج تحت الكولون، ممكن لو زي الريكتوم والإينوس ممكن يتكلم، خاصة في حالات مثلا بايلز البواسير أو ريكتر مثلا بوليبس أو في عدونة أد أيا كان. أنا مش هتكلم بالكلمة لأنه كله قدامك ممكن تترجمي إذا يعني غمت عليك أي كلمة. بنسأل في طبيعة الستول خاصة إذا بعض الحالات زي اللي عندهم يعني جاستريك بليدنج أو انتستينال بليدنج، وبعديها حالة الجينيتاليا والفيميل. مش كل الأسئلة اللي تسأل للميل تسأل للفيميل، ولا في أسئلة ممكن ما تسألش من مرة إذا إحنا شايفين ملاش داعي. طبعا آخر حاجة بنطلع كمان هنا إذا كان في سباينال بروبلمز. سباينال بروبلمز يعني اللي بتكون تشوهات في العمود الفقري زي اللوردوسز والكيفوس. كيفوس يعني بيكون مثني لقدام اللي هي زي عند الكتف للأمام. اللوردوسز بيكون إيش هنا اللي زي الست لما تكون حامل بيكون الظهر عماله رايح مع الأبدومين شوية اللي هو يعني نازل الحرف الأس كتير داخل لجوا. سكوليوسز بتكون مرات على الجانب. أيا كانت النوع أيا كان النوع اللي بنشرحه، أي مصل ويكنس، أي مصل سترينث، أي مصل بروبلمز، أي بون بروبلمز، اي فورمتيز زي مثلا استيوماليشيا استيوبروسيس، مصطلحات عامه. لقيت فيه مشكله برجع جوجل اليوم بريحني، بروح بطلع بسمع مقطع يوتيوب. اليوم اليوتيوب بريحنا كمان في كل التفاصيل ما بنتغلبش باذن الله. طيب نشوف بعد هيك النيورولوجيك سيستم، الحاله اللي هو خلينا نقول ايش هنا الحاله اللي هي العلاقه بالعصب. اذا والله انا حالتي إلى شوية قريبة للتشخيصات العصبية، العلاقة بالconscious level، unconsciousness، semi-conscious، semi-comatose، نايم مش قادر، العلاقة في الاستابيليتي اللي هو التوازن مش قادر، drowsiness، عنده دوخة مثلا vertigo، مثلا زي السينكوبا الأتاك اللي بقول لك أنا ضغط تجيله حالة يوقع، أي إن كان أي حاجة العلاقة بالنيورون باجي أنا بركز عليها وبكتبها. طبعا نسأله في الميموري زي حالات اللي العلاقة برضو الأعصاب مرتبطات في بعض، ذاكرته كويسة منيحة لا طب متى صار في عنده مشكلة فيها، هل في ديستيربنس صار ديستيربنس بالضبط كيف صارت ووقت ايش صارت، المود المزاج بنسأل على المزاج بنسأل على الأفكت. للي ما بيعرفش هذه كلمة مود يعني اللي هو مزاجك الداخلي، أفكت وجدانك الخارجي. شو يعني وجدانك الخارجي؟ أنا أعطيكم مثال. الحين أنا بطلع في محمد، شايف محمد قدامي عينيه بقدح انشرار زي ما يقولها بالعمية، يعني حاسس إنه كأنه في إشي منكد عليه، يعني عامل له يعني عامل له نكد كتير. هذا اللي عامل له النكد كتير بقول عنه مبين عليك منكد، مبين عليك كتير حزين أو زعلان. لما أقول كلمة مبين هذا أفكت، لكن إذا محمد قال لي أنا والله متنكد هذا مود. الصحيح أن يكون الاثنين متوازيات مع بعض. فيما لو لقينا مريض من المرضى اللي احنا بنشتغل عليهم لقينا في مشكلة بدنا نعرف هل هو أبروبريت يعني متناسب، هل هو ديبريسيف يعني بتلاقي بعض الناس مكتئبين، هل هو إليت مزاجه عالي. طبعا برضو مش هنشرح باقي الكلمات. اللي بدي أقوله أنه إذا كانت الحالة ميالة للشق النفسي مش غلط، يعني ممكن أنت تأخذ حالة مثلا زي أحد الطلاب الفصل اللي فات أخذ حالة كوفيد 19 from mental health problems بس فيو. قال بدي أخذ أنا mental health problems related to COVID، يعني قال أنا بدي أخذ الاضطراب في الصحة النفسية عند حالة. ليش؟ كانت الحالة نادرة شوية، الحالة عبارة عن بنت يعني لما صار عندها الكورونا فصارت الأمر غريب جدا إنه الأهل نفسهم يعني عملوا لها مش بس عازل في البيت، ممنوع والأكل يمدوا لها إياه في تحت ويعني للأسف ويحطوا لها في مكان وعاملين طقوس معينة كيف تأخذ الأكل وتشرب. طبعاً هذه عملت استجمة يعني كبيرة صعبة كتير، ما تستغربوش أنا بذكرش حالة يعني غريبة، بذكر حالات بتصير يعني في أي مكان. بعدين نسأل على السبيتش كيف كلامه، هل بيعرف يحكي كويس؟ طيب لما نحكى معي قدامي في عنده سلارت يعني بتأتي في أفزك بيحكيش من مرة، في إنكوهرنت مش مفهوم كلامه، خاصة
بعض الناس عندهم مشكله فسيولوجيه، يعني بتكون التأتأة عنده او اللخبطه فسيولوجيه. في بعض الحالات تستغربوش ليش مكتوب هذا الكلام، مرات بكون لا مش موجود عنده حاله، لكن في اليوم اللي صار معه سي في اي سيريبرو فاسكولار اكسيدنت او اكل هوايه في راسه او لا سمح الله صار معه حادث، صار عنده الكلام مش واضح. طبعا هذا الكلام مش واضح مش معناته انه هو انولد بهيك، لا ابدا. هذا التشينجز اللي صار له علاقه بالايش؟ له علاقه بسموها ديزيزز ريليتد، يعني مرض مرتبط، يعني بسموه كوزد باي كذا. لما نقول كلمه افيزيا بقول يعني بتكلمش ريليتد تو، كوهيرنت ريليتد تو. لكن مرات في بعض الحالات ممكن تاخذ حاله، يعني في من الناس بيحب الحالات الصعبه، يعني مره احد الطلاب اخذ حاله على منغول، منغوليزم، منغوليزم اللي هو المنغولي، يعني هذول الناس لهم علاقه بالايش؟ لهم علاقه بالكروموزومز بتاعتهم، يعني بدل ما هي 46 عند الناس مرات زايده عنده بتكون 47. الحاله غريبه، هي حاله حلوه صراحه، هو حتى مبهج يعني الحاله، بضحك وكويس، بس هي حبت يعني هي احد قريبه وحبت تدرس عليه دراسه كامله، حتى هي شعرت بعزه النفس انها مبسوطه قدرت تطول حاجات يعني كويسه عن هذه الحاله، ما في مشكله بنكتب، بس بنقول انه هذا مرتبط بالمرض مش مرتبط بحاله مرضيه، مرتبط مرض يعني طول حياته ولا حيظل زي هيك. طيب بعدين نسال عن هنا عن الثوت، تفكيره كيف بتفكر، بفكر كويس ولا في حاجه، نوعين من الثينكينج بالمناسبه، يمكن انا مش مذكور النوع الثاني، في نوع اسمه ابستراكت يعني التفكير المجرد، وفي نوع ثاني اسمه كونكريت، معلش مش موجود هنا، فيا ريت اللي سمعني بس يكتب لي هنا لما تيجي عندكم نتذكر انه في هنا نوع مع السرعه يمكن مش موضحها. التفكير نوعين، في عندنا ابستراكت وفي نوع ثاني اسمه كونكريت. الابستراكت التفكير المجرد، اعطيك مثال صغير جدا، لما تقول للولد ايش اخبارك؟ ويقول لك والله الحمد لله، تقول له احكي لي عن البيت، هل قلت لما يحكي لك عن البيت حكي حلو؟ يقول احنا كويسين والله ونشعر بالسعادة، ابونا بيشتغل والحمد لله احنا بخير، هذا كله ابستراكت كلام حلو. لكن لو انت تقولي له مثلا اوصف لي البرتقاله مثلا، اوصف لي التفاحه، اجي قال لي البرتقاله هي عباره عن دائره نقدر نقطعها بالسكين وناكلها، هذا اسمه كونكريت، يعني تفكيره متصلب، تفكيره متحجر. طبعا هذا ايش معناته؟ اللي عنده ابستراكت يعني اموره كويسه وذكي شويه، واللي عنده بس كونكريت مشكله. اعطيكم مثال صغير جدا، احد المقابلات الشخصيه، انا طبعا لما بسال اللي قدامي ما بسيج، انا طبعا بكون مراقب مرات في المقابلات بالمناسبه، ومش يعني انا بكتمش سر لو قلت لكم، يعني هم بيحبوش يحطوني في المقابلات الشخصيه، يمكن عشان تخصصي انا النادر والدقيق وتخصصي ارشاد، تخصص ارشاد وتحليل نفسي، فممكن يعني هذا تاثر على اللي بدي اقابله، مشكله بتصير، فانا بحاول ما احكمش على الناس. فما انا بسال اللي كان جاي بده يعني يتوظف او بده يعني يشتغل، فانا كنت مراقب سالته سؤال، قلت له سمعت عن المثل اللي بيقول اللي بيته من قزاز ما يطبشش الناس حجار؟ قال لي طبعا، وهذا مثل كثير من الناس سمعوه، انا ممكن انا ارضى لبعض الناس اللي ما سمعوهوش، يعني هذا المثل اللي انا حكيته لو انت ما سمعتهوش مش مشكله، بقول مش حتفهم معناه او اول مره تسمعيه. فلما بقول اللي حيطانه من الناس او اللي بيته من قزاز ما يطبش على الناس حجار، اللي مقصود اللي عنده عيب ما ينشرش عيب على الناس او ما يفضحش الناس، اللي عنده مشكله يعني زي باختصار زي لا قدر الله انسان متسم بصفه سيئه وبيوصف الناس التانيين بالسيئه وبحاول يعني هو انه يبين انه احسن واحد، هذه مشكله. فانا سالته سؤال قلت له سمعت عن المثل؟ قال لي ايه سمعته كثير. يبقى هو ورط حاله، قلت له طب ايش تفسيره؟ فقال لي القزاز اول شيء انواعه مش سهله، انا بعرف واحد عندنا بيفصل قزاز منه بيعمل زي البلور، هذا تقريبا يمكن سنت ونص، انا صرت اضحك ولا احزن مش عارف ايش بيصير قاعد يعني. فبقول زي واحد مركب زجاج غالي جدا بيقدرش حتى يقرب على اي زجاج لجيرانه لانه ممكن يكسروا له قزازه ويكون اغلى، صرت اضحك هنا. طبعا اضحك هم مبكي ومضحك يعني، هو هذا كونكريت عاد بكون فيه مشكله. فانا قلت لهم يعني هي بصراحه كانت المقابله لدراسه شغله متخصصه عشان اكون صادق، فقلت لهم هذا بينفع يدرس اي شيء ما عاد هذه الشغله، طلعت توصيتي ما بخجلش في الامور هذه لانه هذه بخون نفسي اذا انا بنفع، بس مش لهيك بنفعش لهذه المهنه، هذا بنفع يشتغل اي حاجه بس مش في هذه. فاللي بدي اقوله لو اجى قال لي اه طبعا يا استاذ انت تقصد انه احنا مرات الانسان لما يكون عنده مشكله ما يروحش يتهم الناس، اه بقول له انت فاهمان، اي كلمه تبين لي انه فاهم بقول له انت هيك تمام
إنتاج صح. أما يحكي لي إشي غريب، هذا كلام يعني، يعني لا 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 لا، هي الموضوع مش مزح، لا ما أظنش، لأنه مقابلة. أنت حتجر بنفسك لو كنت مقابلة، أي واحد فيكم لو دخل مقابلة، أنا بحكي على مقابلة رسمية، يعني إنه في اختيار عناصر، مش معقول جاي بده يمزح يعني، إلا إذا كان يعني جاي يقول لك السلام عليكم أنا جاي والله حاب ندردش معكم. لا هي مش هيك بتصير، بتبطل اسم المقابلة، بتبطل اسم انترفيو. المهم الآن خلصنا من هذا، بعدها بنسأله إذا كانت في مشكلة نفسية تانية، كيف حركته، موتور ريسبونس، وهل هو عنده مشكلة بكتبها. زي إيش موتور ريسبونس؟ يعني ممكن تكون الحالة اللي ماخذها إلها علاقة بالإيه؟ إلها علاقة بالنظام الحركي. يعني بعض الناس بيجونا مش عارف يتحرك، في عنده حركة غريبة، ممكن يظل وأنا بحكي معه بيعمل لي حركة بإيده، أو الدكتور كتب لي في الريبورت there is abnormal movements related to كذا وكذا، بكتبها. بس هذا عشان ليش بأخذها؟ عشان أكد عليها لما أجي أشرح الحالة، عشان أحس حالي كويس يعني بدي أنا أخذها. بعدين نسأل على الموتور، بعدين نسأل على السنسوري، آلية الإحساس، كيف، هل له إحساسه صحيح؟ يعني جهاز الإحساس كويس قوي، بيقدر يحس الأشياء، بيقدر يشعر حرارتها، ولا زي تبعين الدايابيتس بيقدرش يشعر إنه هذه سخونة أو باردة أو كذا. هل في مشكلة عنده يعني فيلز بفايبريشنز؟ يعني في بعض الناس أنت لو دق على الباب البرة يمكن كلنا نسمعه، في بعض الناس ما بيعرفش يسمع أو ما عندوش إدراك للاهتزاز أو للإحساس. طبعا الزوم الان عماله بده يغلق، مش مشكله حنفتح كمان مره. احنا خلينا نكتفي بهذا القدر بشرح الفيزيكال اسسمنت اللي له علاقه في بدايه الكيس ريبورتس. اتمنى ان شاء الله يكون استفدتوا. ان شاء الله الان بنغلق علشان احنا نصل في المحاضره القادمه في شرح بقيه اللي هو الفيزيكال اسسمنت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.